ما كنتش في وزاره المالية، ما كانش في الدراسات ودوز بزاف، ما في تكوينات بعض ما كتبوش، كان كيجي كيقول لك الكونتابيليتي الله يسيدك والكونترول جيستيون ما يمكنش يدار، او 20 عام هذه سمعت انا في 97 98 مازال حد الان اش كدير هذا ما كانش في الدراسات، ما يمكنش من 20 عام باقا نفس الهضره، اذا لا كان غيجي مكتوب الدراسات يجي يبدا يعاود لي هذه القضيه، معناها ما كانش في الدراسه ما كطورش، انا كنعرفهم ماشي ما كنعرفهمش، ولكن القضيه اللي هضرت عليها هو ان مكتب الدراسات يجي يخدم معايا، ولكن كاينه واحد القضيه ونهضر هنا بالفكر السياسي، كيقولها ماكيافيلي، كيقول لك اللي حاكم خاصو كان عنده الخاصيه ثلاثه الحوايج اللي كيحكم، اللي كيحكم ثلاثه الحوايج، هذه راه قاعده من ماكيافيلي كتستعمل في العلوم السياسيه، اول حاجه التحالفات كتكون مع من؟ كتكون مع رجال الاقتصاد ومع الجيش، بمعنى خصهم يكونوا حداك، هذه هي الطبقات المهمه اللي كيحكم في العالم كله، هذه القاعده معروفه عند رؤساء الدول. الخاصيه الثانيه ديما كيفكر في ما هو كائن قدامه، كيقدر تكون عنده القدره على التشخيص. الخاصيه الثالثه واللي هي اللي ما كايناش عند اللي كنهضروا عليها حنا، ما كاينش الخاصيه ديال الاستشعار، كتعرف الخطر، كتعرف بان جاي خطر، كتقدر تقرا السيكولوجيه ديال المجتمع. ملي كتجي مكتب ديال الدراسات مثلا ناخذوا النموذج ديال النظام اللي دار، واش ما كاينش شي واحد عارف شنو هاد الناس ديال التعليم اش كانوا باغيين؟ كون من الاول مثلا جات من الاول درتي النص حطيتيه وكديتيه وهضرتي مع الناس ودرتي واحد سميتو واحد زياده ديال الفلوس خديتيها، واش معقوله انه واحد 20 عام زاد والو في الاخر كتجيب ليه واحد النظام اساسي حطوه مكاتب الدراسات في غير يجيبو كتعطيه تاديب، واش هذا فاهم مثلا هذا اللي كنهضروا مكتب الدراسات واش فاهم اش كاين في البلاد ولا ما فاهمش؟ اعطيك مثال، حنا في التعليم العالي ما تزادت 1000 درهم 1000 درهم 1000 درهم ما كافياش، ولكن حتى واحد مضر، اذا واش هذا عايش معنا اللي حطوا هذه المسائل؟ واش هاد الناس اللي مكتب الدراسات عايش معنا؟ ماشي ضد التكنوقراط، حنا ضد واش قادر يلتقط السيكولوجي ديال المجتمع ولا لا، ماشي يجيب لي داكشي، لان حنا ما كنخدموش مع روبوت، كنخدموا مع الناس مع البشر. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.